الآخر فيه: ما حكم الصلاة في الأظافر الطويلة؟ على كل حال ما ينبغي بقاء الأظافر طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقصها، وظاهر الأوامر الوجوب، فالواجب قص الأظافر، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت للناس في قص الأظافر وفي قص الشارب وفي نتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أكثر من 40 ليلة. نعم. فلا ينبغي للمسلم أن يدعها أكثر من 40 ليلة، بل السنة قص الشارب قبل ذلك، وهكذا قلم الأظفار من الرجل والمرأة، وهكذا نتف الإبط من الرجل والمرأة، هكذا حلق العانة من الرجل والمرأة. كل هذا ينبغي أن يبادر إليه وأن يعتنى به قبل 40 ليلة. أثابكم الله. فالرجل يقص شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته، والمرأة كذلك تقلم أظفارها، تنتف إبطها، تحلق عانتها أو